اليوم أنا قدمت مقترح برغبة لموضوع حساس وموضوع يمس كل طالب بالكويت. اليوم طلبتنا قاعد يروحون لي بعد الثانوية العامة اللي في الكويت إلى الجامعات والمعاهد والأماكن التي سوف يتخرجون من عندها، وواضح جدا حجم التضخم الموجود في الكويت، وواضح جدا حجم الكاهل المالي الموجود على أبنائنا الطلبة الذين يدرسون على مدى سنتين وثلاث وأربع وخمس حتى التخرج. هذه كلها ذات كلفة مالية على الطالب اللي يدرسون والطلبة بشكل عام. لذلك دعما لمبدأ أن ندعم الطلبة الموجودين، وهذا العمل مو موجود بس بالكويت، ترى في العالم كله، وهو في الدول المتقدمة نتكلم على الصعاب اللي يواجهون الطلبة. والمقترح بالتالي يقضي بمنح لترات بنزين بأسعار مخفضة للطلبة كلهم، كما ذكرناهم في من هم هذه الطلبة الذين يدرسون في المعاهد إلى يوم التخرج. بمعنى أنا أتكلم إلى يوم توظيفهم، كل طالب اليوم يدخل أي معهد أو جامعة أو أي مؤسسة للتأهل لا شهريا لترات معينة مساهمة من الدولة له حتى تخفف عليه العبء المالي. لما تروح في بريطانيا تجد كل الطلاب عندهم الكرت حق الديسكاونت مال القطار ولا الأندرغراوند، هذا شيء موجود في دولة نفطية أساسا، ليش ما نعطي عيالنا يستحقون؟ فهذه الفكرة جاءت نص الاقتراح يمنح الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد والهيئات والعمل التعليم والتطبيق والتدريب ومن سواهم لما لديهم رخصة قيادة سيارة بطاقة لترات بنزين محددة شهريا، ويتفق على المبلغ أو اللترات الموجودة لهم. هذا إن شاء الله إذا قدرنا نستطيع أن نحققه في اللقاء القادم، وسوف أتابعه بشكل رسمي. وأنا أعتقد هذا شيء بسيط نقدمه لأولادنا في ظل وضع اقتصادي محتاج التضخم فيه وأبنائنا يتحملون، فيستاهلون أبنائنا. وهذا هو المقترح برغبة، وإن شاء الله يأخذ دوره بالموافقة من الجهات المعنية.